ومن جانبه قال نائب وزير المالية أحمد كوجك أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل شدد على ضرورة توفر المخصصات المالية الكافية لوزارة التموين من أجل ضمان سرعة إتاحة الدعم الشهري على بطاقات التموين. في قرارات كتيرة ليها دخل بالحماية الاجتماعية بتتم من خلال وزارة التموين، وكان عايزين نتأكد انه الإجراءات دي بتتم بشكل منتظم وبسلاسة. فكنا يعني في عرض موقف للإجراءات الأخيرة، وأهمها إجراء زيادة الدعم الشهري للفرد على بطاقات التموينية من 21 جنيه ل 50 جنيه، وكان هناك تأكيد من دولة الرئيس على أهمية وجود المخصصات المالية الكافية وبشكل منتظم لضمان سرعة إتاحة هذه الأموال بشكل منتظم، ودي كل الحضور أكد عليها. وكمان كان في اتفاق على ان مخصصات الموازنة لو في تعديل فيها عشان مواجهة التكلفة الإضافية تتم بسرعة، وده برضو احنا اكدنا عليه في المالية انه احنا ملتزمين تماما بتوفير المخصصات المالية الكافية والكاملة اللي تخلي في قدر من التمويل الكامل للإجراءات الأخيرة، وان يبقى في دايما كل شهر في 50 جنيه للفرد على البطاقات التموينية من 21 جنيه، وان يبقى في مخصصات مالية كافية لضمان وجود السلع الأساسية في كل المنافذ بشكل منتظم.